رئيس الجمهورية يشرف على وضع حشر الأساس المقر الجديد للجمعية الوطنية سبيلا إلى تزويد هذه المؤسسة في مقر اللائحة. تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية، وزير التجهيز والنقل يشرف بالإدارة العامة للنقل البري على الانطلاقة الفعلية لبرنامج خدماتي. في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، وزير الداخلية واللامركزية يشرف بمقاطعة عرفات على تدشين مقر جديد لتجمع الخاص الأمن رقم 3. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تفاصيل هذه النشرة من الموريتانية، يصحبني فيها بلقاة الإشارة الزميل سلم اللي حفظه. ونبدأ النشرة ببريد رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني، حيث وجه سيادته برقية التعزية التالية إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صاحب الجلالة وأخي العزيز. تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود. وبهذه المناسبة لما تقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب السعودي الشقيق بخالص عبارات التعزية والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتقبلوا صاحب الجلالة وأخي العزيز أسمى آيات التقدير، أخوكم محمد للشيخ الغزواني. كما وجه رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني برقية التعزية التالية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو أخي العزيز. تلقينا ببالغ الحزن والأسانة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود. وبهذه المناسبة لما تقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب السعودي الشقيق بخالص عبارات التعزية والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأتقبل صاحب السمو وأخي العزيز أسمى آيات التقدير، أخوكم محمد للشيخ الغزواني. ومن أنشطة رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني أشرف سيادته في نواكشوط الغربية على وضع حشر الأساس للمقر الجديد للجمعية الوطنية، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني. ويتكون مقر الجمعية الوطنية الجديد من 3 طوابق توفر ظروفا ملائمة لأداء الهيئة التشريعية لعملها في أحسن الظروف. للمكان المخصص لتشييد مبنى جديد للجمعية الوطنية وصل رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني، حيث كان في استقباله الوزير الأول السيد إسماعيل والبدو للشيخ سيديا وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابية السيدة خديجة متبوكة ووالي نواكشوط الغربية والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين بالمجلس الشهوي ومقاطعة الكسر. وهنا زاح رئيس الجمهورية الستار عن اللوحة التذكارية لهذه المشاة ليتابع بعد ذلك عرضا مفصلا حول مختلف مكونات هذا المشروع الذي سيوفر مقرا مناسبا يتماشى ومكانة الجمعية الوطنية التي هي السلطة التشريعية في البلاد. البيانات التوضيحية للمشاة ومدة الأشغال فيها ونوعيتها قدمت كذلك لرئيس الجمهورية خلال هذه المحطة. ويدخل وضع الحجر الأساس لهذه المشاة في إطار برنامج تعهدات الذي تقدم به رئيس الجمهورية للشعب الموريتاني والذي بدأ يدخل حيز التنفيذ يوما بعد يوم، تعهدات من شأنها توفير مقرات حديثة للجمعية الوطنية وتزويدها بالإدارة التقنية اللازمة لتأدية مهامها على أكمل وجه. ويتكون المقر الجديد من 3 طوابق تحوي العديد من المكاتب المخصصة للنواب والإدارة وقاعات الجلسات، إضافة إلى بعض الملحقات الأخرى الهامة كالقاعات التقنية، إضافة إلى متحف للجمعية الوطنية سيكون بعض أقسام المدرسة رقم 8 المجاورة التي تعتبر المكان الذي شهد اللحظات الأولى لميلاد الدولة الموريتانية الحديثة. وتبلغ تكلفة هذا المشروع 777 مليون و294 ألف و480 وقية جديدة على نفقة الدولة الموريتانية، على أن تنتهي الأشغال فيه خلال 24 شهرا.
وفي كلمتها بمناسبة وضع حجر الأساس للمقر الجديد للجمعية الوطنية، أوضحت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن بناء هذا المقر الجديد للجمعية الوطنية يأتي وفاء بتعهدات رئيس الجمهورية بتسويد كافة المؤسسات الدستورية بمقرات لائقة بمكانتها الوطنية السامية. فخامة رئيس الجمهورية، السيد الوزير الأول، السيد رئيس الجمعية الوطنية، السيد رئيس مجلس الدستوري، السيد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، السيدات والسادة الوزراء، أصحاب السعادة، السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدولية المعتمدة في بلادنا، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نرحب بكم فخامة الرئيس في محطة جديدة من محطات البناء والإعمار في يوم من أيام الوطن الكبرى، ونحن نعيش أجواء احتفال بلادنا بذكرى الاستقلال الوطني المجيد التي خلد شعبنا هذا العام في مناخ وطني متميز طبعه التآلف والانسجام والإجماع كما أردتموه عنوانا للمرحلة. فخامة الرئيس، يسعدني كثيرا أن تكونوا معنا اليوم في هذا المكان لتشرفوا على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للجمعية الوطنية، وفاء بتعهداتكم بتزويد كافة المؤسسات الدستورية بمقرات لائقة بمكانتها الوطنية السامية. وهو الوعد الذي بدأ العمل على إنجازه منذ اللحظات الأولى التي تسلمتم فيها مقاليد السلطة لإطلاق العمل في بناء مقر المجلس الدستوري. وسيتوالى العمل بإذن الله لاستكمال الإنجاز في قادم الأيام ببناء مقر جديد للمجلس الأعلى للفتوى والموارد. فخامة الرئيس، لقد شهد هذا المكان الذي نجتمع فيه الآن اللحظات الأولى لميلاد الدولة الرئاسية الحديثة، حيث كان قد احتضن على بساطته آنذاك أول اجتماعات الهيئة التأسيسية التي وضعت أول دستور للبلاد، فكان بذلك أول مقر للجمعية الوطنية قبل أن يتحول لاحقاً إلى مدرسة ابتدائية حملت حينها اسم المدرسة رقم 8. واليوم سيعود البرلمان إلى حيث بدأ ونشأ، كما تتحول المدرسة رقم 8 إلى مدرسة تطبيقية يتم تشييدها غير بعيد من مقر البرلمان الجديد، بحيث يتاح لتلاميذ هذه المدرسة التربوية العتيقة مواصلة مسارهم الدراسي دون معاناة. ونزولا عند رغبتكم فخامة الرئيس بالمحافظة على البعد الأثري والتاريخي لهذا المكان، فقد تقرر الإبقاء خصيصا على القاعات التي شهدت أول جلسات البرلمان ضمن هيكل المبنى الجديد، لتشكل بذلك متحفا برلمانيا يحكي التاريخ بصدق، ولتظل شاهدا على حقبة مهمة من تشكل ونشوء دولتنا العزيزة. وسيبقى هذا المتحف مزارا مفتوحا أمام المواطنين والزائرين من مختلف الجهات. فخامة الرئيس، يشغل هذا المقر الجديد للجمعية الوطنية حيزا يقدر ب 15000 متر مربع، ويضم مساحة مبنية على 40 مستويات تناهز 30000 متر مربع، تتكون من قاعة كبرى للجلسات العلنية تضم 14 غرفة مجهزة للترجمة الفورية، وأربع قاعات للمصالح الفنية، ومنصة علوية تطل على المدرج، مكتب لرئيس الجمعية الوطنية، خمس مكاتب لنواب الرئيس، 10 لرؤساء قاعات للجان، مكاتب لديوان رئيس الجمعية الوطنية، مكاتب للأمانة العامة للمجلس، 150 مكتبا للنواب، قاعة لكبار الضيوف، 63 مكتبا للإدارة، مصلى
حقها ومطعم مجهزين بمستلزمات عاصية بالإضافة إلى مرافق أخرى، دواوين للجان، قاعة للأرشيف، الأرشيف الرقمية، جمعية الوطنية بالإضافة إلى ملحقات أخرى تضم مواقف لركن السيارات. وتبلغ تكلفة المشروع 777 مليون 294 ألف 480 أوقية جديدة بتمويل ذاتي من ميزانية الدولة وبمدة تنفيذ لا تتعدى العامين بحوله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدوره أكد عمدة بلدية الإقصار أن وضع حشر الأساس لبناء مقر جديد للجمعية الوطنية بعد وضع حشر الأساس للمجلس الدستوري يعكس الفهم العميق والعملي للسلطات العليا في البلد لمركزية المؤسسات الدستورية ومحوريتها في ترسيخ دولة القانون. فخامة رئيس الجمهورية معالي الوزير الأول السيد رئيس الجمعية الوطنية السيد رئيس المجلس الدستوري السيد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية معالي السادة الوزراء السيد والي ولاية نواكشوط الغربية معالي السادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السيدة حاكم مقاطعة الإقصر السادة والسيدات الحضور الأكارم كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أرحب بكم أحر ترحيب على أصالة عن نفسي ونيابة عن المجلس البلدي بالإقصر على أجيم بلديتكم بلدية الإقصر. هذه المقاطعة العتيدة التي تعتبر النواة الأولى للعاصمة نواكشوط وواجهتها الأصيلة، إذ على أجيمها توجد أوليات معالم الدولة المدنية الحديثة، حيث تحتضن هذه المقاطعة العريقة أول بئر والمسمى بئر نواكشوط، وأول مدرسة، وأول روضة أطفال، وأول مستوصف صحي، وأول جامعة، وأول مسجد، وأول سوق، وأول سجن مدني، وأول محطة إذاعية، وأول ملعب رياضي. هذا بالإضافة للعديد من المؤسسات والمنشآت الإدارية الهامة والحيوية بالعاصمة. فخامة رئيس الجمهورية، إنكم بوضعكم الحجر الأساس اليوم لهذه الهيئة الدستورية التشريعية الهامة، والذي يبعد فقط أيام قلائل عن وضع الحجر الأساس لمؤسسة أخرى لا تقل أهمية هي المجلس الدستوري، ليعكس بجلاء فهمكم العميق والعملي لمركزية المؤسسات الدستورية ومحوريتها في ترسيخ دولة القانون. ففعلاً وكما أشرتم إلى ذلك فخامة الرئيس في خطابكم خلال الدورة 74 للأمم المتحدة، أن العمل على بناء التنمية المستدامة لا يثمر عمليا إلا مع رسوخ دولة القانون والحكامة الرشيدة وصون حقوق الإنسان وترقية الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية. فخامة رئيس الجمهورية، لا يسع أيها السادة والسيدات الكرام، لا يسعني في هذا المقام أيضاً إلا أن أهنئكم فخامة الرئيس باسم الساكنة على نيلكم ثقة الشعب الموريتاني وعلى الانطلاقة الرصينة وبخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامجكم الانتخابي تعهداتي، برنامج يضع نصب عينيه إقامة دولة تعتبر فيها العدالة والمساواة والإخاء والمواطنة مرتكزات وقيماً تأسيسية، سبيلاً إلى تحقيق الحماية الاجتماعية واستئصال كافة أشكال التفاوت وتعزيز الانسجام الوطني. وهي فرصة أنتهزها فخامة الرئيس لأؤكد على الدور الهام والمحوري الذي يلعبه تعزيز اللامركزية ودعم وتفعيل دور البلديات في الدفع قدماً بهذا البرنامج. فمما لا شك فيه أن العمل البلدي يعد حجر الزاوية في أي مشاريع ومخططات تنموية تستهدف الساكنة، وذلك لطبيعة هذه المؤسسات القاعدية وقربها من المواطن الذي تنصب حوله كل جهود التنمية المستدامة. مرة أخرى فخامة الرئيس، أيها السادة والسيدات الكرام،
أجدد الترحيب بكم في بلدية الأقصر، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح، وللبلد مزيدا من الرقي والتقدم والازدهار في كنف السلم والأمن والعدالة والإعمار. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما عن المقر الجديد للجمعية الوطنية والآفاق التي سيفتحها تشييده سبيلا لانسيابية عمل السلطة التشريعية، فنتابع الورقة الفنية التالية. هو المقر الجديد للجمعية الوطنية اختير له هذا المكان بغية عدة أبعاد، أولها ربط الحاضر بالماضي، حيث تلاصقه المدرسة رقم 8 والتي احتضنت أول مقر للبرلمان الموريتاني عام 58-900 ألف. هدف آخر يراد تحقيقه وهو إطلالة المقر الجديد للبرلمان على شارع الوحدة الوطنية، حيث تتراءى السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية. شيد المقر على مساحة تقدر ب 29,583 متر مربع، على أمل أن تكتمل الأشغال فيه خلال 24 شهرا. هنا الطابق الأرضي ويضم 10 غرف للجان البرلمان المتعددة، وعشر مقصورات للترجمة الفورية، وعشر مكاتب لرؤساء اللجان، و38 مكتبا للسادة النواب، وست مكاتب للمسؤولين الإداريين، وغرف للأكل، وغرف لكبار الشخصيات. فيما يضم الطابق الأول مكتب الرئيس، و63 مكتبا للنواب، و41 مكتبا إداريا، وأربع غرف فنية، وأربع مكاتب لنواب الرئيس. أما الطابق الثالث فقد صمم ليضم مكتب نائب الرئيس، و32 مكتبا للنواب، و16 مكتبا إداريا، وأربع غرف فنية. ويشمل الصرح الجديد مباني إضافية ومساجد وطرق ومواقف للسيارات وإقامة للحرس. يشكل المبنى الجديد إضافة نوعية في تحسين الوجه العام لمدينة نواكشوط، كما سيشكل لوحة فنية بديعة تجمع بين فترتين تاريخيتين من عمر الدولة الموريتانية الفتية. وأضم المشروع بناء متحف برلماني يحفظ خصوصية المكان وعظمة الزمان، حيث سيرى المتحف البرلماني النور لأول مرة في تاريخ موريتانيا كصون للتراث وحفاظ على الموروث التاريخي. فهذه الفصول هي التي شكلت أول مقر للبرلمان الموريتاني، لذلك سيتم تحويل هذه الفصول في المدرسة رقم 8 إلى متحف برلماني. تعتبر هذه المدرسة التي تم إنشاؤها عام 58-900 ألف أول مبنى حكومي يضم مكتب الرئيس المؤسس المرحوم المختار ولداداه، وتم اعتماد المدرسة بعد ذلك كمقر للبرلمان، وهو الصرح ذاته الذي تم فيه الإعلان عن نتائج الاستفتاء الأول للاستقلال عام 58-900 ألف. ويدخل هذا الإنجاز ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني تعهداتي، والتي من ضمنها قول فخامته: من الضروري أن نعمل من أجل تثمين تراثنا الثقافي واستثماره لصالح توطيد هويتنا الوطنية في تنوعها، حفاظا منا على المكاسب التنموية التي تراكمت في بلادنا جيلا بعد جيل بفضل حيوية مكوناتنا الاجتماعية. إن هذا التراث الثقافي يشكل اليوم بالنسبة لنا أداة للتنمية ومصدرا لمزيد من التطور والنماء. ثلاث غرف من المدرسة رقم 8 ستحتضن المتحف البرلماني بطول 8 أمتار للحجرة الواحدة وعرض 6 أمتار. سيضم المتحف معرضا للصور تدون أهم المراحل المهمة في تشكيل الدولة الموريتانية، وذلك من خلال الصور والوثائق التاريخية. وسيفتح المتحف أمام المواطنين وخاصة الباحثين والمهتمين بالشأن التاريخي. تعد المدرسة رقم 8 في العاصمة من أعرق البنايات الحكومية في نواكشوط، فهي أقدم مبنى حكومي، وهكذا تشيده إرهاصات الاستقلال في 60ات القرن الماضي. وقد احتضنت يومها مكاتب الرئاسة والحكومة إبان نشأة الدولة، لتتحول فيما بعد إلى مدرسة ابتدائية ما تزال تقاوم عاتيات الزمن حتى يومنا هذا تحت اسم المدرسة رقم 8. نتابع الورقة التالية.
62 سنة مرت على تشييد هذه المؤسسة التي ما تزال رغم تحديات الطبيعة صامدة أمام عادية الزمن. المدرسة رقم 8 أقدم مبنى في العاصمة نواكشوط، أو هكذا يصفها المدير الحالي إبراهيم. أكد أن المبنى احتضن مكاتب رئاسة الجمهورية إبان الاستقلال الوطني، فكانت أعرق مركز لصنع القرار. تعتبر مدرسة العاصمة 8 أول منشأة في نواكشوط بعد تحويل العاصمة من السيلوي 1958، حسب الحكايات طبعا، حسب الحكايات، وليس هناك شيء مؤرشفا داخل أرشيف المدرسة. هذا هو مكتب السيد الرئيس الذي كان يمارس منه مهام رئاسة الجمهورية، والغرفة الموالية أيضا، هذه الغرفة هي كانت ليمارس فيها البرلمان تشريع القوانين، وقد دام هذا زهاء تقريبا سنتين ونيف والله السنوات على ما أعتقد، هذا حسب الروايات. إذن هي تعتبر، إن لم أقول تعتبر مرجعية لكل الموريتانيين، فهي جزء من تاريخ الأمة. ولأن العاصمة ما تزال في طور النشأة آنذاك، كانت هذه البناية هي الأقرب إلى المدينة والعصرنة بالنسبة لسكان وافدين من الريف، ما جعلها المكان الأنسب من حيث الشكل والموقع لاجتماعات الحكومة ولجلسات البرلمان 1964. استعملت كمباني لرئاسة الجمهورية 1961 على ما أعتقد، ثم مبنى للحكومة 1963، ثم مبنى للبرلمان 1964 على ما أعتقد. بعد ذلك تم تحويلها إلى مدرسة تطبيقية تابعة لمدرسة تكوين المعلمين، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، و 99% من الأطر الموريتانيين المتقاعدين واللي ما زالوا يمارسوا مهام متخرجين من هذه المدرسة، لأن هذه المدرسة ما يتبعها في الأقدمية ما هو معهد بتلميذ وحده. هي ما زالت متماسكة، أولا توحي بأنها أول منشأة، ولا يدل على ذلك أنها جدرانها ما زالت متماسكة، وبنفس التخطيط، وبنفس حتى الصباغة التي عدلوها بها منشئين 1958. توالت الأحداث والسنون، فتحولت هذه المؤسسة العتيقة إلى مدرسة ساهمت عبر الزمن في تعليم الآلاف من أبناء الوطن الذين تعاقبوا عليها جيلا بعد جيل، حتى أصبحت جزءا من الماضي الجميل بالنسبة لمن يحفظ لهم التاريخ لحظات قضوها بين الأقسام وتحت هذه الشجرة. هذه المدرسة قريتها 1991، نعرف أنها مدرسة جيدة وممتازة، عشنا فيها ياسر ما شاء الله، للعاب كل شيء. هاي صدرة نعرفهم ونعرفهم، جاردي كان هون ينشئ من النعناع جميع الخضروات، هذا بعد قطعنا وش نعرفه. مع الصمود البين للحجارة وما تخفيه المدرسة من علامات الشيخوخة، إلا أن هذا المبنى ما يزال يحتفظ بجزئيات من ماض مهدد بالاندثار ما لم تتداركه الجهات المهتمة بأرشفة الماضي. من أنشطة أعضاء الحكومة، أشرف وزير التجهيز والنقل بالإدارة العامة للنقل البري على قطع الشريط الرمزي إذانا بالانطلاقة الفعلية لبرنامج خدمات في انتظار تعميمه ليشمل جميع الإدارات والمصالح الخدمية تباعا، ويدخل انطلاق هذا البرنامج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية تعهداتي، ويرمي إلى عصرنة الإدارة وتقريب الخدمة من المواطنين. التقرير التالي يحاول الإجابة على أبرز ما يوفره هذا البرنامج من خدمات. في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، انطلق ولأول مرة برنامج خدماتي من الإدارة العامة للنقل البري على أن يطال جميع الإدارات العمومية، وهو برنامج آلي يستجيب للرد السريع على طلبات المواطنين. وزير التجهيز والنقل السيد محمد وأحمد حميد أشرف رفقة وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الدكتور سيد محمد للغابر على تدشين هذا البرنامج وانطلاقته الفعلية صحبة المدير العام للإدارة العامة للنقل البري والسلطات الإدارية والأمنية والمحلية في ولاية نواكشوط الجنوبية. واستمع الوزيران إلى شروح مفصلة حول المراحل التي تمر بها عملية تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمة العمومية من خلال برنامج خدماتي الذي يدخل في المحور الأول من تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني. هذا البرنامج اللي بدأ في هذه الوزارة هو إن شاء الله كما أعلن عن ذلك فخامة رئيس الجمهورية لاه يتم تمديده إلى جميع القطاعات اللي هي قطاعات خدمية واللي تقدم خدمات للمواطن. هذا الهدف منه هو تقريب الإدارة من المواطن
بشكل فعلي، هو تبسيط الإجراءات على المواطن، هو إعطاء الخدمة للمواطن في ظروف مهيئة وظروف تليق به على أنه يستقبل في مكان لائق وتقدم له الخدمة في أبسط إجراءاتها، واحتراما لوقته به اللي وقت المواطن ثمين، ويلا نحترموه، ياك قد ذاك الموفر منه يستغله في أمور أخرى مهمة. إذا انطلقت اليوم خدمة خدماتي على مستوى الوزارة، وشفنا رفقة الإخوة المرافقين كلهم، شفنا عصرنا فعليا لهذه الخدمة به اللي شفنا الخدمات كلها اللي مقدمة على مستوى هذه الإدارة العامة، من خدمة البطاقة الرمادية، خدمة رخصة السياقة، خدمة الإذن بالنقل، خدمة الفحص الفني، هذه شفناها تم عصرنتها وتم تنظيم الإجراءات بشكل آلي، يوفر كيف قلت الوقت، ويوفر أيضا حفاظ على 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 الوثائق. استحداث برنامج خدمات الآلي سيمكن من الرد السريع على طلبات واستفسارات المواطنين وتوفير الخدمة بشكل أسرع مع الدقة في المعلومات وتخزينها آليا، وسيعمم هذا البرنامج تباعا في جميع الإدارات العمومية خدمة للمواطن. ويأتي إطلاق برنامج خدماتي ليجسد التوجه الرامي لتقريب الخدمة العمومية من المستخدمين، وعصرنة الإدارة بتوفير الخدمة الآلية بطرق تختزل الوقت وتوفر الراحة للمواطنين وتنصف أصحاب الحق. خدماتي برنامج يدخل في إطار المحور الأول من برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني تعهداتي، وقد أخذ عنوانا بارزا في هذا المحور هو إدارة فعالة في خدمة المواطن. وتنفيذا لهذا البرنامج انطلق من أكثر الإدارات العمومية حيوية وأكثرها استقطابا للمواطنين، وهي الإدارة العامة للنقل البري، خطوة أشاد بها المواطنون من رواد بسطاء ووسطاء. هذه الخدمة خدمة جيدة حتى وجريئة، لأن من استغلال موريتانيا لليوم ما قط عدلت، وهذا مقرب الخدمات من المواطن كان رقاج لا بد له وسيط ولا بد له من ياسر من الأعمال ويخلص الوسيط عليه عدل له خدمة. اليوم عاد مقربة من الرقاج، مقربة من الشخص خلال 48 ساعة، والله خلال الوقت اللي أعطاه هما حدوا له، لا هي يجبر تواطوا بسرعة. وكان رقاج يعود ما يعرف لي سيركوي، يعود ضال يتخبط يمشي هوك ويمشي هوك ويسول ولا يعرف شيء. اليوم الإدارة عاد مقربة من رقاج. لا نقول عن هاي خدمة زينة، وشاكرا للسيد الرئيس اللي عدل لنا عن الخدمة الجديدة اللي عدل لنا. يا غير مولي فهم رواية قالوا عنها تقبض لا دوسية واحد، عن الناس فيه اللي جايب وتاد في بلد، فيه اللي جايب 5 ملفات وستة وسبعة. راجم سيد الرئيس عن هما وخدمات يالتهم يتم اللي جاوه الملفات عنهم يقبضوه، ما يقبضوا ملف واحد به اللي فما رقاج يعود جايب 10 وجايب 15 وجايب ملفات في بلد وعنده وتات في بلد وتات شريكه وتات روايه. قالوا عن لا يتم يقبض ملف واحد ويعدل لك ويعدل اجراءاته وينعطاك رسي، وعنك مولي يقبضوا لا للنهار 16 رقاج. والله المواطن الموريتاني يقعد ليش الاداره وسوق اي مواطن يلا يطرح اوراق تواقطوا، احنا يجي مؤسسات واحده تطرح 400 وتر تطرح 500 وتر تمشي، كانت من اداره النقل ما عندها اي تاخذ تدل بانها طارحه شيء في اداره النقل. انت رخصه كوبي من تاخذ كيتانس انك مخلصوا الماليه، هذا ما عنده رابطه بوزاره النقل. يلا اي حد مو الوتر اطرح ملف عند وزاره النقل عنده انوته مديونه صحيحه ديوانتها قال لها لا رقم ما ترك السيركيلاسيون، يلا مولاها يحمل شيء حل محل تواقطه ويطرح عند اداره النقل. فوائده اولا الان بعد كاع يجي المواطن بعد كاع عاد واركاتي مقرب من الاداره به اللي عاد هو مستهدئ للطريق اللي واعد، عاد كل ورك قيشه معينه مواطن واعدها، عاد فهم شيء يخص بلي كارت غريز، عاد فهم قيشه معنيه بيهم. ولعات لي بيرمي عاد فهم قيشه معنيه بيهم، ولعات لي فيزي تكنيك فهم مولي قيشه معنيه بيهم، حتى الان لي ريشارش ولا نيميرو دي بيرمي عاد مولي عاد عندهم قيشه. سمعتي وفهم مولي القيشه ولا كيتانس لي بيرمي ولا كارت غريز مولي فهم، وهذا جزاهم الله خيرا عليه وشاكرين عليه وطالبين الزياده والمزيد منه في العصر الاداره اللي لابد منها. هذه هون علينا الامور كامله هنا، هاي بسط الامور كامله، تبسط للمواطن وتبسط علينا احنا، تبسط علينا احنا كخدمات المواطن
واسطة بين المواطن والإدارة كشركاء مع الإدارة لا سمعتوا ومهم للمواطن في تسريع خدماته وفي الحقيقة يذكر فيشكر. المدير العام للإدارة العامة للنقل البري يبرز أهمية هذا الشباك ويبين مميزاته وخصائصه. هذا برنامج خدماتي من تعهداتي وفخامة رئيس الجمهورية، وفائدته الأهم هو تقريب الخدمة للمواطن. هذا كامل المعدل هون اللي ترأيه في قدامك، معدل الله كان المواطن يعود هو يعامل بكرامة وبليق، ويعود يجي في ظروف حسنة ويدخل إلى إدارة محترم ومحترمته، وعارف أنها قعود هون ما لها قعود هون لا من أجل خدمته هو، عندها قدر من النظام معدل لها يدعود ما هو صلنا من طبيعتنا هون يطلب منا علينا مدلو كامل غيره كامل من سلوكنا، لا احنا اللي اهل الاداره ولا الناس اللي لها تتخيلنا كمواطنين، باللي هذا من اجلهم، لكن النظام اللي معدل فيه نختاره يحترم يا كان يعود نموذج الباقي البلاد به اللي فخامة رئيس الجمهوريه قالوا له يعمل ادارات الوطن. إجراء سيمكن من تسهيل الخدمة والولوج إليها من دون عناء، إلا أن بعض المواطنين يحملون أنفسهم في عدم الانضباط والالتزام نظرا لممارسة البعض للمسلكيات المخلة والخارجة عن النسق العام للنظام. المشكلة عندي أنا ما هي الإدارة ولا هو توفير الخدمات للمواطن، المشكلة تعود في المواطن في نفسه. المواطن الموريتاني دائما على عجلة من عمره، هي المشكلة الوحيدة، لا يجي يجبر طابور قدامه ينقال له أنت قاعد على هذا الطابور وكيف الناس كاملة قبض الرسي من عند لوكيشي، لا يستعجل، هي الأجل منها تغريب الإدارة من المواطن، يا غير السلبية الوحيدة فيها المواطن لا يعود هو براسه، هو اللي يجر راسه فيها المشاكل، بيه اللي لا يعجل نعود أنا عنده قريب هنا تياها، لا يهمني نعود مدير والله نشوف دي سيرفيس لا يتواصل له لا يقوم يواعده يحرجه عن عمله ياك يجي يتواصل له في طاقة لا يجي يقول انه عجلان ومسافر موريتاني دوما مسافر. انا المشكله الوحيده طرحها علي انا المواطن ماني طرحها على الاداره. ويمر نظام خدمات الجديد الاداره في خدمه المواطن بمسارين، مسار معالجه الوثائق يتقدم فيه الزبون لاقتناء رقم يتابع شاشه العرض في قاعه الانتظار، ويتوجه فيما بعد إلى الشباك للتحقق من دقة معلومات الملف ودفع المستحقات واستلام مخالصة الخزينة وتسجيل الملف وأخذ الوصل مع موعد دقيق لاستلام الوثائق بارتياح في المسار الأخير لهذه العملية. وسعيا إلى تجسيد هذا التوجه في كل الإدارات الخدمية، أصدرت الوزارة الأولى تعميما إلى كافة الإدارات والمصالح العمومية من أجل تقريب خدمات المرفق العمومي من المستخدمين وجعلها في خدمة المواطن طبقا لأرقى معايير الشفافية والنجاعة. أشرف وزير الداخلية واللامركزية الدكتور محمد سالم المرزوق رفقة قائد أركان الحرس الوطني الفريق مصغار والسيدي بمقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية على تدشين مقر جديد للتجمع الخاص للأمن رقم 3، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني. ويتكون المقر الجديد من مكاتب ومخزنين بإضافة إلى مركز حراسة وملحقات أخرى. منشأة أمنية جديدة تنضاف إلى صرح البنية التحتية العسكرية التابعة للحرس الوطني، تتمثل في تدشين المقر الجديد للتجمع الخاص للأمن رقم 3 بمقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، حيث تم قطع الشريط الرمزي لهذا المبنى الجديد من طرف وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم المرزوق رفقة قائد أركان الحرس الوطني الفريق مصغار والسيدي، وذلك ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني المجيد. ويتكون المقر الجديد الذي يقع على مساحة 500 متر مربع من 8 مكاتب، من بينها مكتب قائد التجمع ومخزنين أحدهما لاعتاد حفظ النظام والثاني لحفظ السلاح والذخيرة، إضافة إلى مركز حراسة ودورات مياه، كما يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 2018. وفي مختلف أجنحة المقر تجول الوزير رفقة قائد أركان الحرس الوطني، حيث قدمت لهما شروحا فنية حول هذه المنشأة التي أشرفت على إنجازها إدارة البنى التحتية بقيادة أركان الحرس الوطني. ويدخل هذا الإنجاز ضمن سياسة أركان الحرس الوطني الرامية إلى توفير بنية تحتية عصرية للقطاع وإنشاء وحدات أمنية لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. هذا الإنجاز
إذن مهم بالنسبة للحرس الوطني، ويدخل في صلب الخطة التي تتبعها قيادة الحرس الوطني في إنجاز بنى تحتية ملائمة للقطاع، وإنشاء وحدات عملياتية ووحدات أمنية قادرة على المساهمة في المجهود الذي يقوم به الحرس الوطني من أجل مكافحة الإرهاب ومن أجل تصدي للجريمة المنظمة بشتى أشكالها، والمساهمة كذلك في الدفاع عن الحوزة الترابية. وكان وزير الداخلية واللامركزية قد استعرض رفقة قائد أركان الحرس الوطني وعلى أنغام الموسيقى العسكرية وحدة من الحرس الوطني أدت لهما تحية الشرف. قبل أن يصافح الضباط وقادة المكاتب والمديريات بقيادة أركان الحرس الوطني والسلطات الإدارية والأمنية بالولاية. انطلقت في العاصمة الواكشوطة أعمال الدورة الثامنة لمجموعة دول حوار 5+5 للبحث والابتكار والتعليم العالي، وتسعى هذه الدورة إلى خلق فضاءات للتعاون بين دول غرب المتوسط في مجالات الابتكار ودعم القدرات الشبابية وتطوير المهارات لشعوب المنطقة. 5+5 جوار إقليمي وحوار متوسطي في البحث العلمي والابتكار التكنولوجي والتعليم العالي. وهنا انطلق الحوار في دورته الثامنة برئاسة مشتركة بين موريتانيا وإيطاليا، طموحها توفير وتطوير فضاءات للتعاون العلمي والتكنولوجي في منطقة الغرب المتوسط. أبرز الطموحات هي تكثيف الجهود والاستفادة من الإمكانيات الموجودة، سواء من ناحية الخبرات البشرية والكفاءات البشرية اللي موجودة، لأنه ما شاء الله خبرات موجودة في البرنامج هذا من كل دولة، وفما مجهودات حتى مالية موجودة، والأهم أنه يستفيدوا من الفرص المتاحة في صناديق وإلا في التمويلات اللي لفائدة التعليم العالي. وعت بلادنا أهمية تعزيز هذا الفضاء وتقوية روابطه وخلق مساحات مشتركة تحتضن جهود التنمية المستدامة وتتيح فرص التبادل في مجالات البحث الأكاديمي والابتكار. إن موريتانيا كباقي شقيقتها في دول الحوار 5+5 لتعول على هذا الفضاء لتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار والتعليم العالي من أجل ترقية النمو الاقتصادي المستدام والاندماج الاجتماعي وخلق وفرص جديدة للشباب في منطقتنا. وفي هذا الإطار يسعدني أن أؤكد لكم باسم الحكومة الموريتانية استمرار التزامنا بالعمل من أجل تحقيق الأهداف التي قام من أجلها هذا الفضاء في جو يسوده التعاون والشراكة وفي إطار أواصر التضامن بين بلداننا وشركائنا. رئيس جامعة نواكشوط العصرية البروفيسور أحمد الحوبة استعرض في كلمته أهم القرارات التي نجح الحوار في اتخاذها في دوراته السابقة، والتي تضمنت ترقية تعليم المقاولات وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا والحوكمة وضمان الجودة وغيرها، مؤكدا أن تفعيل هذه القرارات سيحقق الغايات الكبرى التي تأسس من أجلها فضاء 5+5. ممثلة إيطاليا سيدة ماريا زيغار ثمنت التئام هذه الدورة في بلادنا، معربة عن سعادتها بالرئاسة المشتركة لهذه الدورة بين إيطاليا وموريتانيا، آملة أن تحقق تقدما معتبرا في مسار الحوار المتوسطي. أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة نانا كان بمركز التكوين والترقية النسوية على انطلاقة الأنشطة المخلدة لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت الشعار تعزيز المشاركة ودور الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تقدم خطة التنمية المستديمة في أفق 2030. وتسعى المنظومة الدولية من خلال تخليد هذا اليوم الذي يصادف 3 ديسمبر كل عام إلى ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومنحهم حقوقهم الأساسية في الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم، والعمل يأتي تخليد بلادنا 3 ديسمبر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار تعزيز مشاركة ودور ذوي الإعاقة والعمل على الدفع ببرنامج التنمية المستدامة في أفق 30 و2000 من أجل توفير ظروف عيش أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا اليوم يوم رعاية يوم
يعني عيد المعاقين يوم مهم وما هو كيف الايام بالنسبه لنا احنا، بعيد عن السياسه والشيء، يوم خاص بنا احنا كمعاقين نعرفوا فيه اللي يالله واجبات اللي يالله الدوله توفر لنا احنا. مطالبنا انه يوفروا للمعاقين اول، يوفروا لهم مدارس، يوفروا لهم نقل، يعودوا هم عندهم شيء خاص نقلهم عن المواطنين الاخرين. هم كلهم عنده حاله خاصه، ما هو كي حاله الناس الطبيعيه. يوفروا لهم قرايه، وفروا لهم الشقل والدقاية أهمش. نختار ظروفنا يعدلوا بحسن ظروف. هاي سمعت نحن نشتغلوا والشغلة لواتب ما وما يمزلنش. وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة ننا كان في كلمة لها بالمناسبة أوضحت أن بلادنا من منطلق المسؤولية والتزاما بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة اتخذت العديد من التدابير السياسية والمؤسسية لتعزيز حقوق هذه الفئات، ووضعت خطة عمل تشاركية لبرامج التمكين الاقتصادية والاجتماعية التي تركز على تقديم المساعدات الفنية وتمويل الأنشطة المدرة للدخل، مؤكدة أن قطاعها في إطار تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني سيعمل على إحصاء ذوي الإعاقة وتزويدهم ببطاقات توضح حقوقهم، كما سيعمل على تمكينهم من أسباب الاندماج الاجتماعي. وبدوره أشاد المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا السيد أرفي بيرس بجهود حكومتنا في صيانة حقوق هذه الفئات، مؤكدا دعم الشركاء التقنيين والماليين لهذه الجهود. رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ذمن الحيز الكبير الذي خصصه رئيس الجمهورية من برنامجه للمعاقين، مؤكدا على دورهم في التنمية. إن الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مستهدفين وفاعلين في التغيير، يمكنهم دفع هذا المسلسل نحو تنمية شاملة ومستدامة وخلق مجتمع أكثر إنتاجية للمجتمع للجميع، بما في ذلك حالات الحد من أخطار الكوارث والعمل الإنساني والتنمية الحضرية. معالي الوزيرة، إن تخليد هذا اليوم يمنحني الفرصة لتثمين المكانة التي خص بها فخامته الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برنامجه السياسي الذي على أساسه نال ثقة الموريتانيين بأغلبية مريحة. هذا وستتضمن الفعاليات المخلدة لهذا اليوم العديد من الأنشطة التثقيفية والتحسيسية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودورهم في التنمية. إلى ولاية نشيري، حيث أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري السنغالي السيد علي نجوي الذي يقوم حاليا بزيارة لبلادنا زيارة تفقد واطلاع لمختلف مرافق ميناء تانيث للصيد التقليدي والشاطئي، وشملت المرافق المزورة محطة إنتاج الثلج ومحطة تحلية مياه المحيط الأطلسي ومراسي السفن والزوارق التي يوفرها الميناء. ميناء تانيث للصيد التقليدي والشاطئي الواقع بمركز محجرات الإداري التابع لمقاطعة بن شهاب في ولاية نشيري، والواقع على بعد 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة نواكشوط. الميناء شكل محطة لزيارة وزير الصيد والاقتصاد البحري السنغالي السيد علي إندوي الذي يزور بلادنا حاليا رفقة وفد رفيع من قطاعه. الوزير السنغالي الذي كان مصحوبا بالأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري ووالي ولاية نشيري ورئيس مجلسها الجهوي وحاكم بن شهاب وسلطات الأمنية والمنتخبة بهذه الولاية تفقد مختلف المرافق التابعة لهذه المنشآت الاقتصادية الحيوية واطلع من القائمين عليها على المهام التي تؤديها في سبيل الرفع من الاقتصاد الوطني وتنمية الصيد التقليدي والشاطئي نظرا لموقعها الاستراتيجي. المرافق المزورة بهذه المنشآت شملت محطة تحلية مياه المحيط الأطلسي ومراسي السفن والزوارق التي يتوفر عليها الميناء. الوزير السنغالي استمع إلى شروح مفصلة عن هذه المنشآت وما تقدمه من خدمات للصيادين، وذلك من قبل المدير العام للميناء. ويتسع ميناء تانيث لرسو 400 زورق وقارب صغير ومتوسط الحجم، ويضم أرصفة للتفريق والتحميل وغرفا للتبريد والتخزين وشبكات مياه وصرف صحي وحي سكني للصيادين وسوق لبيع الأسماك
إضافة إلى جميع الخدمات الأساسية المرتبطة بالصيد التقليدي. بالعودة إلى نواكشوط، نظمت رابطة أطباء المستقبل الموريتانيين بكلية الطب احتفالية بمناسبة ذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني. تضمنت محاضرة ألقاها الدكتور خالد أسامة أخصائي أمراض القلب والشرايين. المحاضرة تناولت جملة من النصائح من شأنها أن تساهم في تعزيز قدرات الطلاب في مسارهم الدراسي. كما شهدت الاحتفالية إلقاءات شعرية احتفاء بعيد الاستقلال المجيد وتقسيم جوائز على الفائزين في الماراثون. نشرتنا انتهت إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يشرف على وضع حجر الأساس للمقر الجديد للجمعية الوطنية سبيل إلى تزويد هذه المؤسسة بمقر لائق. تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية، وزير التجهيز والنقل يشرف بالإدارة العامة للنقل البري على الانطلاقة الفعلية لبرنامج خدماتي. في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، وزير الداخلية والمركزية يشرف بمقاطعة عرفات على تدشين مقر جديد للتجمع الخاص إلا من رقم 3. ختاما تحية مني ومن الزميل سلم اليحفظ الذي رافقني بلقة الإشارة، وبإمكانكم مشاهدي الكرام متابعتنا وتواصلوا معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء بإذن الله.